حسام عاشور واقف خلي في نص بالك، الملعب. خلي بالك يا حسام، وليد بنفسن. لا 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 حبيبي كابتن وليد طبعا. حبيبك يعني نعديها؟ لا لا حبيبي كابتن وليد، سلامي لحضرتك طبعا، وسلامي كابتن حسام الشتاوي طبعا. اهلا يا حسام، ازيك؟ حسام انا قلت لاحمد فتحي حسام عاشور الدنيا خلاص شرخت معاه، وشكلك هتنفسن النهارده. قال لي لا والله انا بحب حسام عاشور، مفيش مشكله يعني، بس انا عارف ان انا بحبه قوي يعني، انت عارف احمد فتحي يعني. لا 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 حبيبي احمد فتحي طبعا، كلنا الحمد لله بنحب بعض وكلنا كويسين، واهم حاجه طبعا مصلحه الفرقه. طبعا بالتاكيد. حسام النهارده ده هدفك الثاني مع النادي الاهلي في مسابقه الدوري الممتاز، بعد ما سجلت هدف في الاسماعيلي وده الهدف الثاني. هل بقى عندك واجبات هجوميه اكثر؟ الكابتن حسام البدري ادالك مساحه من التكتيك الهجومي او الراحه الهجوميه عكس مستر مانويل جوزيه اللي كان بيخليك اكثر في وسط الملعب او في الناحيه الدفاعيه اكثر يا حسام؟ اكيد طبعا، يعني كابتن حسام طبعا مدرب محترم جدا، وانا الحمد لله يعني انا يعني السنه دي، السنه اللي فاتت والسنه دي بحاول انا ازود من الحته الهجوميه دي، تمرين بتمرن عليها، بحاول انا اعملها صفه اساسيه، والحمد لله طبعا بتكامل عند ربنا. ان شاء الله مزيد من الحاجات الكويسه باذن الله الفتره اللي جايه. حسام كنت متهم انك ما بتسددش، يمكن انا ما اعرفش اختلفت مع مين في الاستوديو التحليلي، قال ان حسام عاشور مش من اللعيبه اللي بيسددوا، قلت له بالعكس انا بشوف التمرين كتير، شايفك ان انت مميز يعني، او مش مميز على الاقل جيد في ناحيه التسديد، مش بطال النهارده يمكن من المرات القليله بتتجرأ فيها وبتسدد بالشكل ده، وشفت انها من الممكن انها بيبقى لها نجاحات كتير يا حسام. لا بقول الحمد لله طبعا، حضرتك الشوفير بتقول يبقى في التمرين بحاول انا اجرب الحاجات دي كلها، واحاول اعمل الحاجات دي كلها انها تيجي في الماتش، بس دي بتبقى ظروف ماتش طبعا، بيبقى تعبانين زي ما حضرتك شايف، الفرق كلها بتيجي قدام الاهلي بنعمل مجهود اكبر، ما بقاش في فرصه ان احنا نشوط على الجون، بس لما بتيجي واحده ولا حاجه ممكن ربنا ما يوفقش فيها، بس لما بتروح بتروح زي النهارده ان شاء الله. نعم، يعني هل ده هيديك ثقه في المباراه اللي جايه انك ممكن تكمل، والكابتن حسين بدري يقول لك كمل وخلي عندك ثقه في زملائك انه ممكن يغطوك بشكل جيد يبقى فيه السنه دي، لانه انا شايف انه يعني موقف صعب قوي انه على مدى اربع خمس سنوات النهارده بتلعب اكثر من خمس سنين ما شاء الله اساسي في وسط الملعب، هدفين فقط لا غير يا حسام. لا الحمد لله على كل شيء، انا زي ما قلت طبعا شوفير، انا بحاول ان شاء الله ان انا اعمل افضل من وسط، ان شاء الله ان انا ابقى ايجابي اكتر على الجون، وان شاء الله باذن الله مزيد من الحاجات. حسام عاشور نجم النادي الاهلي وصاحب هدف الفوز اليوم.